هرب من المنتخب؟ ده اللي قاله جمهور محمد صلاح بعد ما عرفوا باللي قاله صحفي بريطاني عن خطة ليفربول لمحمد صلاح. ايه حقيقة هروب محمد صلاح من المنتخب؟ وازاي سافر وودع اللعيبة؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مفاجأة من العيار التقيل كشف عنها صحفي بريطاني من ساعات. قال محمد صلاح هيسيب المنتخب يلعب لوحده المباراة الجاية وخلاص، هو راجع ليفربول. اللي قال كده والصحفي البريطاني فابريزيو روماني، وده قريب جدا من إدارة ليفربول وعنده معلومات ما يعرفهاش غير القريبين قوي من ليفربول. الصحفي ده بيحكي اللي حصل بالظبط، بيقول ان في خطه وضعتها اداره نادي ليفربول لمحمد صلاح. الاداره هناك قلقان على محمد صلاح خصوصا بعد الاصابه اللي تعرض ليها من ايام خلال المباراه اللي فاتت مع منتخب مصر. الخطه بكل بساطه ان محمد صلاح يرجع اليومين دول يتعالج هناك ويتاهل تاهيل مظبوط، وبعد كده يبقوا يشوفوا ان كان راجع يلعب تاني مع المنتخب ولا لا. الاحتماليه الوحيده ان محمد صلاح يرجع تاني من ليفربول عشان يلعب مع المنتخب هي ان منتخب مصر يوصل للمباراه النهائيه، غير كده محمد صلاح مش راجع وخلاص هيسيب المنتخب باللعيبة اللي فيه يلعبوا لوحدهم. اللي حصل بالظبط وضحه موقع مصراوي الإخباري. الموقع ذكر في تقرير ليه أن الطاقم الطبي لنادي ليفربول تواصل على طول مع محمد صلاح بعد المباراة الأخيرة ليه مع المنتخب، سألوه عن حالته الصحية وكمان تواصلوا مع الطاقم الطبي التابع للمنتخب، ولما عرفوا منهم أن محمد صلاح عنده مشاكل صحية وفي إصابة هنا طلب الفريق الطبي لليفربول أن محمد صلاح يرجع على الفور هناك على كلامهم عشان يعرفوا يعالجوه أحسن وأسرع، وكمان لو في لا قدر الله أي مضاعفات ولا حاجة هم هناك عندهم الإمكانيات الكافية إنهم يحلوا الموضوع. الفكرة إن قبل كلام الصحفي البريطاني ده والتقارير الإخبارية طلع حمادة أنور مدير إدارة المنتخبات الوطنية في الاتحاد المصري لكرة القدم ونفى هروب محمد صلاح والكلام اللي طلع عن ادعائه الإصابة. حمادة أنور قال إن محمد صلاح هو كابتن منتخب مصر وقائد الفريق اللي تأهل بيهم قبل كده لكأس العالم، فاستحالة محمد صلاح يعمل كده. وفضل بقى يذكر مميزات محمد صلاح ومنها انه اهم لاعب مصري حاليا ويمكن الاهم كمان في افريقيا ومحور حديث العالم. وعن الانتقادات اللي اتقالت عن محمد صلاح انه بيلعب مع ليفربول احسن 100 مره مع من المنتخب، رد برضه على النقطه دي حماده انور وقال ان محمد صلاح هناك في ليفربول بيلعب باريحيه شديده، بيتلقى الدعم والمساعده الكبيره هناك، والفارق في أدائه مع المنتخب يمكن يكون بسبب عوامل متعددة منها اللاعبين المشاركين معاه وأسباب أخرى وطريقة اللعب في مصر وإنجلترا. حمادة أنور قال بكل بساطة إن عقلية محمد صلاح أكبر من هذه التصرفات وإنه واحد من أفضل لاعيبة العالم، فإزاي يهرب من منتخب مصر في عز الظروف اللي المنتخب فيها دي؟ في النهاية قولولنا بقى انتم رأيكم ايه في كلام الصحفي البريطاني ده وكمان عن كلام المسؤول في منتخب مصر. رأيكم بقى كمان ان محمد صلاح هرب ولا مهربش؟